مصعد نهائي وزن وستين كيلو جرام جواو باتيستا دي سوزا من زي ار تي اسوسيشن امام ازرائيل الميدا من جي اف تي نهائي وزن تحت 69 كيلو جرام الحزام الاسود. هنا محاولات الضغط المستمرة من قبل الميدا خطيرة جدا لألميدا للسعي على الأفضلية لا شيء. نقطتان لألميدا سوزا يحاول معادلة النتيجة تقريبا لديه الوقت الكافي لمعادلة النتيجة للجميع.
دقيقتان وخمسون ثانية والنتيجة تعادل بين اللاعبين. استطاع سوزا معادلة النتيجة من وضعية السويب. من الميدا النهوض. نعم ينهض الميدا نقطتان. وضعية الفيفتي فيفتي. أيضا سوزا يحاول النهوض. تنجح المحاولة على وشك تنجح ويحصل على يبادر الميدا خطيرة جدا. نتيجة النزال تعود للحكام الثلاثة. يعني نروح رياضية بين اللاعبين.